يلا تصبحن بالخير. يلا شلونكم؟ مساكم طيبين. بعد جينا البارح عند نياقنا وتبقنا عيالنا من الله خير ولا عيال عمي انشابي عيال عمي سعود يتصلون قالوا تجي الى الديره جيب عيالك تعال والله ونجيهم ونسمر عندهم ونتعشى عندهم. قالوا تنام. قلت طيب. والواحد تعرفون اذا جاء عنده انساب لازم يسوي نفسه يعني رسمي شوي شخصيته قويه عشان تعرفون. لا هم والله طيبين انسابي يا خوال عيالي والله ما جا حلوهم الواحد كيوت يقول. انك تحكم قلبها ابيض هاي يا سيدي يعني تشوفني سنب. خوالي يقولون اطلع برا. ايش؟ خوالي يقولون اطلع برا. اطلع برا وين؟ اطلع برا يقولون خليه يلبس يطلع لنا برا عند الباب شارع نبغى اشوى. والله انا ملخ قلبي يوم قال يقولون اطلع برا داني امدحهم اصلا. طلعنا مشانا شخرنا والله على كون شغل الجيب شخصية ابوك له حي عيالي صبحهم بالخير. يلا حيهم شلونكم؟ هذا الاسد نسيبي الله يحفظه وهذا طال عمركم ابو ترف حبيب الروح حبيب الكل القلب الطيب الله يسعد هالوجه وهذا بندرس ولد عمي سعود بعد نسيبي والله يبيض وجهه ويوفق ان شاء الله. شلونكم طيبين؟ وش مستعجلين وطلع وش انت؟ طيب يلا هجل اسبقوني بالحكم بالموتر ان شاء الله. اركب 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 انت الهم ارواح اركب يا رجال اركب كل ما تركب حق على جيرك لا لا اركب اركب حرام كبر اركب اتشهد خالق خالق قدام راح. ها؟ ايش الشخصية هذه؟ واحد لازم يكون حكيم في الأمور هذه.